بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكيب بقولي الصقالات كمدا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. باب الموعظة عند القبر وحباب هاي قبر أكتيسا يا حباش مكلا تشوين ليس وانيو وإله سبحانه وتعالى ليس حسوسيو. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جنازة، جنازة نلتشوغني في بقيع الغرقد، ميش بقيع الغرقد ليجادو لو حبالي أما الكاس لقدو لو حبالي غرقد كوني صوم الرواقيد قضح لي بقيعنا استركيز ماشي بنان ماشي بنان اي تلاتة جيدة هلقا قورة أما جيدة بان لو أبورين بالليلة هذا باقي دمران دقوب مدينة كنت على مسجد النبي قد ويد وجد الله قرى يدك كان لقوا حبال الشريبة بقي على الغرق دوب بحيي. كنا وحنا في جنازة، جنازة نلتشوني في بقيع الغرق ماشى الله إلى هذا لقوا حبال يي. فأتانا رسول الله، رسول كله بنو يمت صلى الله عليه وآله وسلم، فقعد نبي وافر يستي وقعدنا حوله أن نقول هريره سيا إن عيد سان فريسني ومعه النبي محمد لجيران كسنا وحاها مخسرة البكورات مخسرة وأشا أشا مدح سوق جدا أنا بكورات ونقان أشا سو نبي قوتي أو مركا أو حيستي فنكس نبي وافور صدي نكس أو الله خفيفيان أو اللغو يدو الله شدان اللغو وي لبضبا وافور سيمك الروح دقل كلا لا تشيئ الخفير شو أيا نكس الليل هذا. وجعل وحو قدقى النبي ينكت انه كتر ترقى يكم ذيو بمخسرة بكورة ديس اشيب النبي لك ساقو حريقية لك ساقو مدمدية وانا حريقية سر روح فكري وارد الروح مكو فكري قولي ير انتو قادو لك تحتيحا اما لك كم ذا سداسو كو النبي يالا يويف. وجعل وحو قدقى النبي ينكت انه كوني اما مدى وقطر ترقي بمخسرته بكورد ديسي للك أكم ذي أما أبو يا حريتي. ثم قال مركز ويري: ما منكم من أحد كما ترسانو إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. نوحور مد إن كترسن متشرو آدم النول متشرو أون قيسن قرين ميشوك قلا النار تا يميشوك قلا جنضة. فقالوا واحد من صحابتي: يا رسول الله، رسول الله ودي سيدا تهي ونو والبا قال ان كدعى انو جنة جلي يا انو نار جلي. افلا نتكل على كتابنا، نتكل على كتابنا كتاب كي على مكتوبنا على قدرنا وحنا لو دغى ان لو قرى قال ان نو دعى ما نسكتل سارن او انو اسكدين عمل كي عبادته ايو شقضة هي صلاة هي صوم هي حج هي ذلك بدل ما نسكتين. فقال سبحانه وحور: اعملوا شقية، اعملوا إلهي عابدة دذالة. فكل أحد كست ميسر وحالو فضين يا إفك أنت اللي تشوف لما خلق اللوح لو أبو رقل أقول عيبا لو فضين يا. وذكر وحوش النبي تمام الحديث حديثك أنت يسك حديثك درات قرنيسة متفق عليه قضية قدر كصاب سنة. إذن وأنا وي قبل قول دول شوغو أي النبي عليه الصلاة والسلام خذ الفكري كدبنا مدح كرو قاضي ومدح حكم كاسو الشيخي أحد إذا كثر سن متشرو مد نول يا مد موتن يا مد إيمان دونا يا مد أويل أبور كل نوال بوحا قران ماشو إنه أهل النار هاي إنه أهل الجنة يا وقران تاي صحابة سؤال بيكينان وضدك النفات القدر رم بيكينان أما شبهة أي شيء وإنما الله هذا وحى البلوكة للتقي وواهر الله قري ما نوني والبكتاب وحيو قري وقلنا أقول دعاها يا أي أنو شقضة عمل كي دذالك إسكدي النبوح المايا هاوشا سيقال إنكو قول دعي واسر إلهي وحقال إنكو قول دعا دور وما هيسيد الله يؤتى الله لو محفوظ بيكو قرانتاي كتاب خاص يكو قرانتاي واسر إلهي هذا هو أضوم باتاي وحلو أمره سمين لو يري لا إمو لذلك صديق قصارا إلهي حكت وقولي دا عدنا مخو مدر سنين إن أدى شاء الله قال ربا سيدا سوي وحاق تصالا لبا الرموت با تصالا نوال با
تكوبادين نون والبوح عالفن لها إرسا قد يسوى يشان قونتا وين قدرنت وين قونتا واسر إلهي آدمان وحال فرئين وشقيستو كسب ليمات واغا مركو بري والا دقاقي شمبرتو وي دقاقي آدم هو دقاقي عدود وي دقاقي أحد والبوا دقاقي كسب يعال في إرسا قد بورات ثانية أيضا يجرتو نون والبوح عالفن لها عدود يا آدم يا دقاق يا ضدبان نو البوح على الفن لو قرن يا هاي وشانغو ان يا هاي الدم هذا هذا شيء سنت تكفر ستان وحو الى هي قرى ارساقد وان هلي قرع دون ما هي ومقاحي تي ما هي وحوكسن ما هي وبير فلان ما هي وحول الراعي ما هي تتكفر دو سحن ديار سن هكوي مادي ابدا هوش هول الى هي اقوني اوي أو شا قدرك يا قضاها هاو ربي أقول أديه وحال قدري إنها تكسبته أو تشقيسته وليان سوشيال ميديا مال وحي كيريت شمبر بابول مال كل هايت لا لي ربي كو هيستي لا شو أولي الظلمات قارين بي هو يدي فوفتي شمبر تمرك هو يدي أكاديمتي وأغون aadamuna aabuhu markuu dhinta agoon yahay xoolaha shimbiraha adhiga xidoodaas hooyadood markay dhimato way agoontoobeen maxaa yeelay hooyada u shaqeysa oo wax u qabata oo irsaaqada keento xangagabto xoogta meesha aadamuhu odaygu asagu u xogo xaggaa laga agoontoobo xayawaanaadku dhan kale ka agoontoobaan meesha inagu waa rajo dhihi jiray ayaa xayawaan kale agoonimada u gasha waxaan hadalku ugu daalinay arood arooha kamid ah iyo hooyadii fooftay soo noqon wayday min dhawaa la ugaadsaday xayawaan kale dhaxd uga baxay ama aadam ah madaxa gooyay dhallaba ay ka tagtay oo markaa baarimo soo baxaya dhasha hooyadu markay waayeen buulkii bay ka soo degeen inay foofaan oo ay ugaadsadaan bay isku dayeen markay dixiri socda ama dirindiir socota iyo kabajaan arkaan meeshay qabsan lahaayeen afkay kala qaadahayaan meeshay kawin lahaayeen qabsan lahaayeen afka ay kala qaadi dirdirti iyo kabajaanka ay hor istaagahayeen ta hor u daan bay af kala qaadahayaan maxaa keenay afka inay kala qaadaan waxa ugu dambeysay hooyadood markay timaado iyadoo qaraab wada afkay kala qaadi jireen way ugu ridi jirtay sumid afku kala qaaday bu gaajo u dhinta soo waxba qabsan kii kale markuu wax u gala waayay yuu ka wayn bilaabay kaasa badbaado ku tagay oo inuu gaadhsado bilaabay bimacana axad walba wuxuu cuni lahaa noolo kasta oo xalaf biyi baad qaata wuxuu cuni la waa jaan go'anya wamaca daalika naftu kugu aamini mayso iska fadhi ilaa irsaaqadu ka imanayso waa dhaqaaqi القضاء والقدر حق جنن اهل جنده يا اهل النار كسدا سو كلا وي وهي قالن كوغو دحاي علف وا كو قرن يي خوغ يو شقاي سبان لو ساراي مساله لباد كو فانسين زو حوي اجش هي استوى انت احد والبحل كو دمن لها وا قرن يي حنون قدو دمن لايت ساعه نف بحلايت وح والبا وا جانكو اي ومع ذلك مر والروح حنون صدو هدينا آدمنا وحن سكو دينا وحن أولنا الدواء طف إيا تحليل إيا قرآن إيا كنين إيا نختر كان يكضي والكروة هندية اللمر والكروة تركيا اللقات جر ملكا لغوشة قمت في عن كقات مريكا اللقات ميل الدون كردن بات صمري واقدم بعدين ما كروة حرمين كان سكفر سمسم كان سكعب هيا انت اترفن كرتات رفن ان اتك عافيمادو حنونك اسغا اديغي با رفن ادمها كل رفن حكتي خيغال وخ كاري ما جرو ايدو جان غونتاي اوي قرشين سنتاي اوي قدرنتاي خليغال قلف دي الهي داودات كو عافيماده ايتا كو عافين وا سر الهي هاوشا ماك لما لا او لما قورن سدي وخي لوو دري با لا قبطا وا لو خوغسدا والله شقيستا وحي ربي كو قدرنا دافي ميسيد والله دلالة إلهي بأن لعابو ذا وحي قال إنكو قدعنا دافي ميسيد
waa la isdaaweeyaa cudurkaad u dhiman laydna ka kicimaysid. Miyaynu isfahannay? Alqala wa qadar sidaas weeye. Oo maana marka indhataag kale. باب الدعاء الميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراء وحبابها دعاء الميت ميت كين لو دعيه بعد دفن انت اللي دوغي كدب والقعود عند قبره إن نبر إن لقلنا هذا قبرك سأكتيس ولا لتشوغه ساعة والقعود عند قبره ساعة ساعة أم وحير إن لتشوغه سور روحك هو شد آدم هو أسوه شده حتى هديد در بإذن دحيه وشنقدي سمقلي سواد وهشن guri cidla oo keligaad aad seexanayso guri kugu dhaganna ay dad joogaan shanqadhoodii digdigtoodaad weheshanaysa habeenkaad shanqadhaa weydo balaayaa ku soo yeeraysa iyo cabsi qol yaro ciriiri ah haddii lagugu xiro xabsi lagu geeyo oo damug ah qolka kugu xigana aad nin saaxiibkaa ku ogtaama ruux ka shanqaray wehel buu ku yahay habeenkaad weydo seexan maysid alam waa isweheshadaa qabriga marka lagu xabaalay ruuxii la geliyay carada lagu rogo maqalkii iyo muuqaalkii wax walba caqli waa loo soconayaa su'aalaha ku bilaabanaya dadka dushiisa taagan ee hadlahaya ee wax u sheegahaya ama u ducaynaya wuu maqlay waa heshanaya marka sunnada ay ka mid tahay in wax yar lala taagnaado walqucuud cinda qabri qabrigiisa in la taagnaado ama la fadhiisto saacata in nabara liducaa ilahu duca loo ducaya darteed iyo walistikfaari dambi dhaaf loo weydinaya darteed iyo walqiraa'ati qur'aan lagu dul akhrinaya darteed وعن ابي عمرو وقيل ابي عبد الله نوال ليلى هذا وقيل ابو ليلى صدح لكم يبا والي هي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال حر صحابك كان النبي نبي عليه الصلاه والسلام اذا فرغ من دفن الميت اذا فرغ دي لغا فرحشو لا دمهيو من دفن الميت ميت كحابل دي دوغديس لغا فرحشو وقف عليه ميت كدول استاجري قبر كدول استاجري وقال وحون اورن جري استغفروا لاخيكم walaalki dambi dhaaf rabbi u weydiiya ilaah u dambi dhaaf dhaha allah u naxariisa dhaha wasaluu lahu ilaahay u weydiiya addoonkaani atathbiita inuu sugo uu ku sugnaado kelimada xaqa ah oo imtixaanka uusan ku dhicin rabbigaa waayo uu ka jawaabo rasuulkaa waayo diinta maxay tahay maxaad aaminsantahay howlaha uu si fiican u keeno fa innahu alaana yus'al haddaa la weydiinaya haddaa munkar iyo nakir imtixaan ku bilaabahayaa ee wax yar la taagnaado oo dambi dhaaf rabbi u weydiiya inuu rabbi sugana u weydiiya una weheliya rawa abu daawud idan adducaa lmayti bacda dafnihi walistikfaari lahu walqucuudi cinda qabrihi saacatan liducaai lahu intuba xadiidka hadda inta ay ku jirta wacan cabni cas radia allahu tacaala canhu qaal idaa dafantumuuni xadiidka dheeraanu soo marray idaa dafantumuuni dad ee xabaasha wiilkiisa cabdullahi bni camr buu la dardaarmayey haddaad xabaashoon carada ugu rogtaan fa aqiimuu nagaada jooga xawla qabrii qabrigayga agagaarkiisa ama dushiisa qadra maa tunxaru jazuurun neef geela intii la gowraco la dhuundhabo qadra maa tunxar jazuur jazuurku waa neefka geela hasha wayuqasam la qaybiyo laxmaa hilibkeedii neef geela inta laga dhuundhabo kadibna saanta laga baxsho ee hilibkii la waxwaaxiyo la qaybiyo inta ila jooga oo maxaad ila jooga kuula joogaynaa xataa astanisa bikum si aan idin weheshado aan idin weheshade ilaa idin weheshado dhihi mayse sidaa idin weheshado tacliiliya wey waxaada tacliiliyada ahayd wey tiiqayadeed ma aha liastanisa bikum si aan idin weheshado darteed ila jooga wey waa aclamo aan ka ogaado maadaa uraajicu bihi rusula rabbi waa calamo aan ka ogaado aan ka garto markaad wehel haysato xuquuq qalbiga kuu degan xasilooni baa jirta waad nagidahay shayga lagu weydiinayo waad u fiidhoonto waad u dhug leedahay inaad si saxan uga jawaabto ayaad aana u tahay laakiin marka xuquuq qalaq kugu jirood xuquuqob gariiraysa cabsi ku hayso wax badan baad yaad ka boodi oo waad hashkadayn waa calamo aan ka ogaado maadaa shayga uu raajicu aan ugu jawaabayo bihi maagaba rusula rabbi rabbiga rusushiisoo munkar iyo nakir labada malaga rawaahu muslim waqad sabaqa bituuli xadiidka isagoo dheerna waa soo hormaray idan sidaa uu saxaabigu sheegay ee uu leeyahay aan idin weheshado haddii xadiidkiiba ku dhaqmahay waa aragtaa ila jooga intaad muddo marka fa innahu alaana yus'al suga u duceeya kor jooga xadiidkiiba isaguna ku dhaqmahay sidaas kula odhan jiray ninka la odhan jiray alsaxaabiga alxakam ibnu xaritha asulami isaguna saasaa ka sugan
وحكوا رجل ولدر دار من صحابي وها رجل غزادة ولي بها قوموا على قبري واستقبلوا القبلة وادعوا لي طبراني ووري بسند جيد مسلمين وحكوا المركز حباشان قبري جيجا دول استاغا هيجا تجينا دربها يا عنا قبلة أوسي جسد وحق قبلة هذا كد من إيد عيبور عرض مكاد يقول دكتور هاس كدريرين وهاي عينه وحير إلى شوق أو قبلة قابل أو إيد عيا صدوك لو حاس ما ينشر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر سوى مرفوع عن والو الحديث كيسة سوى مرفوع عن والو ورشة قال الشافعي رحمه الله تعالى الشافعي وحيري سيدا صواب كان قال أصحاب الشافعي شافعي هذا الكاني كتبتي سلوقي هاي قديم جديد من دلقوم هاي أصحاب الشافعي ماشى كقوان قال أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى شافعي وحيدا هن أصحاب تيسو ورقي ماذا بكيسو أخذ منجر وحيدا هذي ويستحب وحال سنة وانا أكسن أن يقرأ إلا آخري عنده عند القبر شيء من القرآن روح مسلم كمكل الدوية اللي حباله انت إن كدريرين وحون قرآن إن لقود الأخرى قبر يسا وانا أكسن بيده وإن ختموا القرآن عنده قرآن كإن يختمان ويضميان من سورة الفاتحة إلى سورة الناس لا ضميان لقود ضميان ميت أما قبر يسا لقود أخرى دوش السنة كان حسنا وانا أكسن لهيد بيده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أي حديث مرفوع وريو ضعيفة أسوى موقوفه صحيح أنا واجل أسوى كالسوغنية هاي وحو أرن شري ميت كمركو دنتو قب مدحيسة أنت مدحيسة الله فريسة مركو دنتو أما قبر كم مدحيسة ماشوكو آدن تضفريستان سورة البقرة باللو قيدوه ركو أخرية آياده أوهرية شانتا آياده أوهرية مثل صدح بي آياده هاي إن الذين كفروا أنت لقارين شانتا آياده كو أخرية هذا ناكك عوغ لويه سميش كو آدن هدو قبر كتيرو والحباشين فريستا أما هدو يالان لويه سنتي الله فريست رماتك سورة البقرة صدح هذا قدام بيسا لله ما في السماوات آمن الرسول يا الله يكلف الله نفسا سداس عبد الله بن عمر نورنتري أو شيء مركي شابعي شيء غايا يوحو جنية حديث عبد الله بن عمر وحاوري طبراني في الكبير وكذلك البيهقي في الشعب الدوم مرفوعي والنبي قال الله تيرنا وضعيف لكن مركو سحابي فالكيس الله تيرنا إنه سقيا يبا الراجحة وعقلوا سيدا سمين شري العلاء بن اللجلاج رضي الله تعالى عنه أو سحابي أصغنا حديث أصغ مرفوع على وريي أصغ مرفوع وذا دار وحيلي سند كيس واجد وحسن بيلي طبراني بأوريه بإسناد لا بأس به نبي قال أمر جري إن ميتك أما قبرك مدحيسا لغو آخرية باللغة سورة الفاتحة أما لغو يسنا رماتك لغو آخرية عندما قادوا مرفوعان أسيحوا يا سوى موقوفة إنه حق بدن يهي أي جرت قصة طريفة أيضنا جرتو قضية كسر أصحاب الشابع التغير يسوى أحمد حنبل يا مالي مال ماهك مدحو صومر أنين أنا دولاء ورقم بيوها هيد قبور تمرك ضدك اللي حبالي لدوغو انتو ايمادو قرآن كان آذو يقان إنه قرآن كو آخرية وقرآن صاروا أحمد بمركو وحكو يجري يا هذا القراءة عند القبر بدعة جوجبور إن روح مرك اللحظة لقرآن صاروا بدعة ويجوجي نما يا أحمد صاحبين المحدث اللون محمد قدامة الجوهري أيا كيري يا أبا عبد الله كيف ترى مبشر الحلبي بكيري نينك اللي هذا مبشر الحلبي اكتظ من حكي هاي الى الرجاش يا ولها صدق في عن طاي من ثقه مسوى ضعيف مركز رو واثق نينك اسغا حول وحو اي شيغي اباه ايغا وريي عفوا مبشر الحلبي وحي ايغا تبي عن ابيه او تابعيا انو دردارمي مركو دمنيي مركان دنتو قران ايغو اخريا سورة البقرة باللغة كذا رماد كذا ياسين قرآن بوشيل قبل هذا حباشان يقول الأخرية وأنا اللي سميه مركز واجد دم بحوي لنكي إن دولها بوي نحوي والآخرين كتاوش هذا وضع واجد كودي بدعمه مربادي صحابي تابعين لجوري وأكن نقول تبديعي
ابن قدامة مغني كسو قوري قضية ضائدة أبو بكر الخلال بأسوغن السو قوري واجدا بأبو عبد الله بن حنبل نينكي ضرير كا قبورت قرآن ساري جري كو ختمي جري أحمد أنو كدب التكن جري نين مبتدع عن أحمد كدب التكادو إلا لضرورة هو شلون إنه كلابتي بين تانا عضين إيسا مركا آثارتا يس حديثا فربضان بابك كويمت أصحاب الشابع ورقض وافعين هاي وين السحيين ضدك كسور جيدنا دليل فعل ما هيستان أنونا أيقان تاقر سناي ولقيب معناها شافعي إن أنقابك الأسوار عن المويد إنت وحادير سلفك وحكسكم من الصحابة والتابعين وحي أورنجرين وحي أورنجرين الدعاء عند ختم القرآن مستجابة قرآن كما كان ختمه الله رميه دعاء والله أقبله تدحر صور رسي طبانا أما الله بيه طبانا أما الشنيت أما الله باطنا مركي قرآن كختمان ولقو دعية قرآن كما كان الله رميه من الجنة والناس لقاروا دعمها ديلة دعاء والله أقبله مجاهد أنس قتادة جماعة من السلف والتابعين حتى الصحابة يا سمين شري وليه مركي ختمها يان أهل كودي يرهر كوردان يبقوا يرجري قبلها مقان قوى اللقابة عرورة كل إماذا قرآن كخطن كسيبا لقاري مركو لما يو مرك كل ودو دعين شري رحمة دا سود دكتا دعا دا الله أقبلا دنبي قال الله فا هدي مرك قرآن لما ينتيسو عند السلف نحريسنا سود دكتا دعا الله أقبلا نحريس تكتير دعا الله أقبلا يا أغم بضان الدونك ميت أن عرى كرنو هضا إنو كدريرينو قرآن كو أن لقود لما يو ضبنانك يا لي هدي الحبالة با بدعانا معها وطريق السلف الصالح وإذا دها خلافين هولك هلي بيو اسموثيين والحق ومعي وما قاله أصحاب الشافعي لكن المشهور عن الشافعي وأكتنا صو مسألة وخلاف سنية هاي مرك حنابلة ذئي مالكية ذئي حنفية بابك عفوا متأخرين تحنفية بابك كفي عن انت وذهر لكن شافع بيكبابيهن إذن قرآن كي مركو حاوي وتواصل مركو لما إلهي بروح لغو بريا إن ثوابك اللو هذي يطامر من ملايين يبنان طاي خلافك كجر وخلاف أو ضعيف وآباء إلهي ابن تيمي وكل وين وإجمع سوق قوريو إن قصدوس عربك كل جنين مركو قرآن كذا انت آخر إذا إذنكو كم مقان أدو هذي يسان نواخير سيد كنت أنكو خاتنو إن أنا القرآن كان آخرنا وحانو هذه إنهم سين ثواب كيسه أضيق هي بلاي جارسكو حبا الله إلى وحرف حرف جارسي وحركة حركة جارسي وحريق نرد كعد دار هوله صحوي آد بيوفعين يا حنابلة نقف في عسكمات كي حنابلة وحسكو يقصوا الشافعية ده أحمد ابن تيمية ابن قيم حنابلة سكومات كيان بركة سكومات كيان وشافعية أصحاب الوجوه سوى ويناوي يا حنفية ذا مركا قرآن كتابك إلهي أمضى يان لغو الدرين ميس فانزلنا مد موطن يا مد نول هلغو الداوي هلغو أخري إله هلغو بري هلغو ختمو هلغو الدعي يا ياسين يهودي أنعم كل أخري ياسين كالروح مركو دمين الله صار في عنت جماعة من السلف بالغوريا إنا إدهي الروح عن مسلم كدمانا يا مركة ياسين كاللغو آخر يو سكرات الموت كاللغو فضيا نفطة سترتيبة وقب حدا جماعة من السلف نوبي سمين شرين أدر عن المهدي وحاكو أقنف بحي إمامك أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري وورفا ذي مركة سكوري وآخر ياسين مو وآخر وين ياسين يبري مركان دمي وإليه ترجعون أن تقيب النفط قدر ارتيبه تابعين باسمين شري أصحاب الحديث فربضان باسمين شري حديث ضعيف أنا وابكوي يميد وصولاً كوكوتي صوما قرنا إيزان ويفي عن تهوش هؤلاء هير ركادتك أنك وكما هيسنة مسألة التوحيد والشرك باكوا هيسنة يعني لسو خلدين نجديين فروع فقية نقمر نحيسو وحنا قد نحيه
التوحيد والأصول بنقدحية الشرك والكفر التوحيد والإسلام أيام كرت راعسنا هاي مويين فقيات كأنه شافعية هاي سعوين سمد لما بدل ما غشى سعوين سمد لما بدله ويلش ينتهي ملاهن كتجين سوماليا سعودية كتجين مذهب الحنبلي إنه كان واخل دمين كله قد انتهى لقبته وبيع عصبه اللي قدر تشيو وبيت العيريو إلا قرعي هاي فانتين بيلتها فقه حنبلي حنفق هبرتين لكن إنا بلبلئي نغفران فوضى فقهية فرعية خلط بأي وحمد دارستي جامعات كاللغو دكتور لغو برتك ثقافة أهان كفقه أهان إيو بلشدة وحاولقن كفقه أهان مذهبا وكلا الدوان يعني. شيخ محمد إبراهيم مفتي الدار السعود سابقا حلق مفتقة أها إنما الفقه الحنفي كل حفافية سعود كلها رح حدود ماذا نجدان رئيس سعود أنه حاكتا نضع مقرر أو مذهب كان كل قناة مذهب حنبلي إن المالكية ينقصي ديسان بولي إي حنفية حقوق الشعب كيف يبوغ ليس عام ماذا يورير ليس هوشا جوجي ما يجوجين منه كل حبس الله يقول حقا تكتين فقه الحنبلي فقه الحنبلي مع واسده قراءة دي رواية أنا خرجنا معي أبي عمرو الدوري أنا خرجت روحان روك ينتين رواية حفص عن عاصم معك هو الدين إذن هؤلاء لم بقوا طمتين هؤلاء فقيات كنوع عاصم فرعيات كي خلاف كساق كفرين هاي بلشودهم ماشى وبضان تأي مذهب كان ماشى على قدر من سائد كا أيال تحق ليا أمدد دقنانشيه ده يحصلون ده لقيمة يا ولا تحق ليا لكن صومالي وسي سوا محي بل في بئر الزمزم فتشتهر وهي نبي وحن رادنها يا سيدي دوبا ان عان نقضان ربا عيلك سمسم كو كاذب علي عان نقضان ثوني وكي عيلك سمسم كو كاذب يبا الله عان باد كو نقضان سيدي هيدا نيك الصومالي خلافك اسكتش علي هاي انو عان نقضو اسكتش علي هاي ددك هولا تشوشية انصون نقضي وحاوي قرانك مد موطني مد نول به كتف كداوية كو أخرية كو ختمة وقد دعية ثواب كو هدية هاوشا الله وضو هذا أخر ذا أنه هذا محاد سؤال ساكي لدي بردش حرت حقوق وشروع كقاضن كرا ما كي هاوشا هدية يعني قران بدن أخرية معات هذا محمد تايدو بدعوي ما يا ما تاينك إلهي في الدقيقة أحانية كذلك السيدين يا أربعون يا هولهاس أيضا لما أقوله حل قال جانس عشان بقرآن أخرية لكن مالك تضبط وحاسر الله سمية مالك أفرتنات صدح قر صدح وجمكو حبالين يا هاي هولهاس وران يدو بدعوي سلفنا مية قانان هوله ذا كونفروض وي ولي بأن نقر هيك البيت قبرون نايبة ذا كونفروض هو شو يدي لأي قد عيسنا إله قبر أنا قبر الدارو تكدقين ومحاجر الليل وذيك الدارو مالك الله حباله يا أقود دنبين بيد دهي ديب دب الله وصول نقون باي ريكم فرق قبر كاما كعام ما أنتو دن صون نقود بلك صون نقود ود هولها جوجية هولها أهل جوجية أيوة رهيران بالك أنا قلنا قدران أنا قابا مر حبال الله رهيران أيوة مالك كريدان بأقود دنبين رهيران هذا الدارو بكسي درين المهم قد يدى أن أكهل إماء الشيخ ويستحب أن يقرأ عنده عند الميت أو عند القبر شيء من القرآن وإن ختم القرآن كله عنده عند القبر أو الميت كان حسنا وقد يدى آثار سلف له أحاديث مرفوعة يقص أرورتي على كلام من فيها باب الصدقة على الميت والدعاء له حبابه الميت كان إن وحل قبح شو وحل قصدق لون الدعاء يوحي كيمت قال الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم كوي قداشوا دي من مهاجرين أنصار بلقصوا الشيكي يقولون وحي أرانيا ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان وقيبت اللبادي التابعين اللهم بإحسان أنصار مهاجرين ولين تبقوا الدار بكسي الرئيس كسي آيات كهو الرئيس
كوا قداشو ذي من مهاجرين للفقراء المهاجرين إيو يا أنصار المدينة أسكن طيبة قداشو ذو كوا يمد وحي يدهدان اللغوية قانو تلمانوا إن يدهدان ربنا اغفر لنا إله الدنب قانا نور داف ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا الله إن لغوه الرئي إيمانكو أنصار المهاجر الله داف رقان كاسيليين لمن رقان كاله أي التابعين أو التابعون لهم بإحسان وآياتك قاتل من مالك رافضي الشعائن سنفيقة أو أحبال لك السينين محايل وحول ما أهبوا التابعين للصحابة بإحسان ما أهب لأنه ننك صحابة الدبتة راعي المهاجر أنصار كل الله قاعة أما كتشالك وحلوية قاننا إنه أسوه دمبتة فربي ويديجته صحابة أدعيه سلف وحيدين رافضة وحكحن يشيع في التاريخ لما أرد يهود أيها كل تيدهن يا نصارى ومحاجر سلفوا وحيد هذين يهود بقى اللي يدي أولا ويدي ضدك يهود نمضى الشيخ يا أقوى ناكسا وحيد أصحاب موسى نبي موسى حرتيسي لقريبتي الدين كأوغارسي إقرب إستاقي إتاقيري ضدك أصحاب أقوى ناكسا انت نضدن بدك ولا يلبان نصارى لو يمد وحال النصارى يا إذ انكفي عن هذا النصارتين وحيدهم حواري عيسى نقول الله عيسى أنت لقوا أضنطي حرتي ساء هذا لب يدف باللمرتين من قصر نقف عن أنت أنا ذكرت بردهم بعناه حيدهم سلب كرافدة اللو يمد وحال أمة النبي محمد يا أقوحن وحيد هذين أصحاب محمد ضد يا أقوف عن أقوحن ضد أنا أوقف عن بعدين يا أقوحن بالليل أصحاب محمد يهود حتى وحام قبض يهود محيط ضد أنا أوقف بالليل وحاس أوقف عن نبي مسيح إرتيس نصر محيطين ضد وحاوقف عن نبي عيسى إرتيس أحد البواسدة أمتك الصور نبي الله صور دري وحاكتدا أمانا أو قيميزا نبي إرتيس ضدك أوحيكي إلا الرافضة والشيعة يوم حي قبال نبي محمد حرتي سي صحابي سوى أقوح لمن كواني ذي شيقي وحكحن مشيرك وعيقا في الحل والحرم إيه هوشان اسكوغي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا نمبا رجل كسوى سعد بن عبادة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أن رجلا با قال للنبي النبي وحكيري إن أمي هو يدي أفتتلت نفسها نفت يدي بعلى الدفي شيء سك ذا اللوقة هذا يا افتتالك الليل هذا سك ذا أولا قد يار قروبين أولا لود يار قروبين إن أمي هو يدي أفتتلت نفسها نفت يدي بعلى الدفو اللقة هذا وأوراها وحنفلها يا أم لينيا لو تكلم هذا يهال لهيد ودردار ملهيد تصدق ديني وحلبح لهيد فهل لها أجر نبي قال له أجر ما أسقنانا يا ثواب ما كيه ليسا إنت صدقت عنها أنه وضعك صدقية قال نبي نعمها متفق وهو يدا ويحاتك بحس صدقاء وقاريا أجر كذبا الله سينيا والله قريا صدق وحو البدر روح ميتك أكب حسه إلهي وحلال إلهي بأجر كسينيا نيدا ربي كون راعي صدقاء والله قريا علماء الملكو يكون إجماعين صدقة ميد لو بحينا يقاري سوى لغو إجماعي هدي لو دعيه دعا دا إنا يقاري نوى لغو إجماعي هدي لغا حجيه لغو عمره يستعين يقاري نوى لغو إجماعي صدح ذا مسألة وإجماعية ويحكى لها خلاف كالتاغية دعا دا إيو صدقة دا إيا حجيه عمره ويحكى لها مران كالتاغية قرآن لغا آخر يما قاري وقاري على الراجح سنة دروا لغولها دي لغسوا مقاري مقاصح ياها سيدا الراجح سيدا هو مثال كي مركي إجماعية دا أهاب الكتشرة أفدها دي وذاديه لبدون كاسكا إلى الصدق ميتك حوال لغا صدق إياها دي مقلم حلوك قور عم بيسو صدق ري قل يدون تلا آية من رادين إياي رق بي رادين إياي رق ميت كف على قصة دقيقة هي نف نول بلقى صدقين كره هل إرمان بلقى صدقين كره لكن وذا دين صدق وام حي أكتي أيها مش خدنا يزني
iyaga xugo ugu araba waxay dhayn Soomaali markii wadaad ay dacayeen wadaad meel nabad dan ugu ma jirto ninka wadaad laga dhayn meel nabada dan ugu meel laga yuusahayo waa haweenku geesaas haya oo galowgu isdaba maro fiinku dhawaaqaya dan u ah hilib badan iyo wax badan ka hela min nool iyo mid ay cunaan iyo mid ay ka taxliiliyaan mid ay ka tufaan iyo mid ay ka qardhaasayaan bay rabaan waa dacayadoodii markana hawshu joojinno hawlo kale bilowna wadaadaha qabta baa la soo istaagtay tuftii tacliishii waad ugu dacayadayseen inaan sida rag u xisaabtanana waa diidantiin see rabtaan wadaadaha maxaad ka rabtaan ii sheega soomaaliye ninkii soomaaliga intuu dhabba fadhiistay shuu wadaad waagoo hore dilaa ahaan jiray nin waagoo hore dhanyaa dilaa ahaan jiray waagii dambe intuu minhaaj qaatay wax bartay oo ku beertay salli iska qaatay isagoo wado lugayn hayay kuwa dhalinyara dabceenay boobaan qashqashaada alaabta intuu meel dhigtay oo beerka ka xanshiray kulligood dalay dheeo ninkii wadaad baan nin buu nagu noqday nin wadaad baan mawadaynay nin buu nagu noqday wadaadkii meeshaas ku xisaabtaraa hadduu nin raga iska dhigay haddana waxbaa laga sheegayaa meel looma ogola wadaadii almuhim aayadaha qur-aanka tilmaamaya wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca waa ruuxu wuxuu asagu shaqaystay buu leeyahay laakiin walaalihi waxay siiyeen asagu maleh annagaa siinay adiguba sidaas hadda adduunka daad joogto waxaad leedahay waxaa jira waxaan lahaynoo walaalaha ay ku siiyeen waxaad ugu shaqaysatay ama dhaxasho waa gooni waxaanu kuu gartayna waa howlo kale ayadu waxay ka hadashay ruuxu wuxuu leeyahay asagu ee uu shaqaystay ducada iyo sadaqada iyo xajkana qur-aanka iyo sunnada caddeeyehe inay ku gaadhahay aduuna malihi mada shaqaysanin ee annaga waa walaaltinimo iyo islaamnimo aanu ku siinay marka aayaddu axaadiis ama mucaaris kamana hor imanayso saa u ogaada wacaa nabi urta radia allahu tacaala canhu ana rasuula sal ly slam qaal idaa maata alinsaanu aadamuhu hadduu dhinto inqaaca camaluhu camalkiisu waa go'aa ilaa min thalaathin saddex mooye saddex buun camalkiisu ka go'ayno oo soconaya tababka u soconaya sadaqatin jaariyatin sadaqa qulqulaysa shay sadaqa ood la baxday oon go'ayna nacfigeedu dheefteedu waqaf wey masaa'id baad u dhistay maydkii guri baad u dhistay agoonta iyo martida muslimiinta lagu daryeelo isbitaal weyn baad u dhistay ceel baad u qoday beer baad u samaysay shay asaguna jiraya xaggana daa'imhayo waarhayo la dheefsanayad u samayso sadaqa jaariya aw cilmin yuntafacu bi ama cilmi baad ka tagto la dheefsanaya kitaab baad qortay ummadda diinkeeda wax taraya ilaa qiyaam waaka hadar nawi aad akrinaysaan kitaabkiisii ka faa'iidaysanaysaan goormu dhintay sideed boqol oo sano ka hor taqriiban sideed boqol oo sano sideed qarni aminkan waa socdaa soomaaliga kitaabka u horreeya xadiidtay soo gaadhay lagu akhriyay wey riyaadu saalixiin kitaab xadiidta ka horreeya ma jirin xilligu soo gaadhay baa la yaqaanaa idan meel kastuu cilmi naaficaad ka tagtay ardaad waxbartay nimo nin buu sii baray macalin qur-aan baad ahayd ardaa kaa aflaxday qur-aanku waa soo socda ilaahu macalinkii inta uu nool yahay ruuxaad waxbartay oo ilaahay caabudayo ajir baa kuu soconay kitaabaad aliftoo khayr ah inta uu adduunka jiro khayr ajir baa kuu soconay laga faa'iidaysanayo aw cilmin yuntafacu bihi cilmi la dheefsaday cilmi adduunya xataa waa lamid dhakhtarnimo wanaagsan baad ummadda bartay oo ummadda diinkeeda iyo dunyadeeda wax ka tara caafimaadkooda wax ka tara qasab maa cilmiguna sharci noqdo xataa cilmiga dunyawiga xalaasha ah ee ummadda waxtaray ajir baa kaaga socon ila qiyaami saaca ee niyo wanaagsan ku bartay aw waladin saalixin yadcuu lahu ubad wanaagsan oo u duceeya ninka tagaasna ajirkiisa ma go'ahayo caruur wanaagsan baad ka tagtay caruurta caruurteedii intay nooli ilaahu aabbahaano waalidkaana waalidkii intayna dhashay intayna sii dhashay allahu caafi ay ku hayaan ay kuu soconaysa xataa haddaysan kuu duceynin weligood camalkaa saalixay la iman hayaan adugu waa sababka ugaid bay ilah wax kaa siiday waa ka sabkaadi yadcuu lahu rawahu muslim baa xadiidka wariya marka dadka muslimiinta ah camalkoodii go'ay ha laga warqabo ha loo naxariisto ha la booqdo ha loo qur-aan akhriyo ha loo duceeyo saddexdaa nabigu wuu sheegay axaadiidu ilaa toddoba kale ay ku dareen ilaa toban xaalo wey ilaa toban shakhsi yaan ajirkooda go'aynin mar kale un baan faahfaahin doonaa insha allah baabu tanaa'i innaasi cala almayit wuxuu baab yahay ammaanta dadku ay ammaan ruuxi dhintay maxay tusaysaa ammaantaas
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مروا بجنازة جنازة الله صومرين صحابيه صحابة جنازة الله صومرين نبي محمد وفرديه بالله صومريه فأثنوا عليها خير خير بيكو الشيقين هو الميت كسمية نقيمة بضن بها ننفي عن بها الله نحريسي بها رير آخرات بها ويدل دليل فقال النبي نبيين وحوري حبيبك وحوري وجبت وواجبتي أما أنتاسي وحيث سيسا واجب وجنة ثم مروا بأخرى من لباب بي الله صومرين فأثنوا عليها شرا حمام بيكو الشيقين بلايوها نين الدنيوها هوق إيهد جن إيه بلايوها بيدن ويأخرين فقال النبي واجب النبي حوري تنوى واجب تنوى اللازنتي فقال عمر الخطاب حوري ما واجب النبي الله ما وجد محيطة ويواجبتي ويواجبتي محاد كوضى النبي الله نوش العه فقال سبحانه حوري هذا أثنيتم عليه خيرا متك هوري ونقبضك أمانتين فوجبت له الجنة جنة واجبتي وهذا كيدا بنا أثنيتم محاد كشكتن عليه دشتك أمانتين شرا أري حنبات كشكتن وعربكين ونق مشيقين فوجبت له النار نار بواجبتي معايا النبي الله نقى الشيخ قال نقوم حشيقية أنتم شهداء الله في الأرض يدنك وضع المسلمين تين مرخاتياش إلهي باتين الدنيا تشوقي الدنيا تشوقي صلى الله عليه وسلم عيدا مقالو مقالو وامضل انت تشوقتنا وامرك مقال سيد المضل ويحكت عي مقر صومه هل قاس حلو سمي سازي النقطة مضل وحلو سمي يوي انت تشوقتنا مرخاتيالوي ninku xun xumaan bay ku ogeeyay sheegayaan in laga xushado beenbeen lagu sheego hadii muusoodkii gaalada dhoola cadeynta reer Yurub farinjiga beentoodi oo kale in lagu dhoola cadeey beenbeen mooyeene markay aad ka tagto runtay sheegayaan kan muxuu ah balaay qabihi way ku leeyahay oo markuu fadhib caawin sheegay taas waa reer magaalada xun ay ku leeyahay ha warka way cadeynayaan antum shuhadaa allah fil ardi إلا هذا الروح وارد أنت لقى ما عبصني رنت على الشيء هاي مقاتياش إلهي باتين الدون كنوات آخرون بقى تقعد أنت متفقون عليه وعنا بالأسود الديلي دؤل نوال إلى هذا وتابعي جليل كه قال وحور وذات كاسي قدمت المدينة مدينة صوغلي فجلست إلى عمر خطاب بن لفريس فمرت بهم جنازة أنا عمر لفري يا جنازة صومر تلا وضنعش فأثني على صاحبها جنازة نعش كنينك سار رابا وحلوة أما أنا خيرا وناك فقال عمر وحوري وجبت سيد النبي محمد اللي أسأل أسوه تشوقي وأسوه تاقناي وجبت بوري جنة واجبت ثم مر وحال الله صمر عمر يرق الله فدي أبو الأسود كميدك أها بأخرى جنازة الله بار فأثني على صاحبها خيرا صاحب كذا دنا خير بالغو الشيء نينك جنازة أصنا خير بالغو الشيء فقال عمر حلو وجبت أزنا وواجبت نك اللباد ثم مر بالثالثة من صدحات بالله الله صومري فأثني على صاحبها شرا ثنا وأسل كيس ووحي ونقصن لكن مر بالله استعماله شركة صاحب كتب وحلقو شيء وحمان تاريخ سنولد بوحال إن خاربا بوها ديجي عبوها دول ملو بوها نن مضر دعوها نن صلاة كحم بوها فقال عمر حلو وجبت تانا وواجبتي فقال أبو الأسود وحيلي فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين صدح قربت وجبت لي لا والله أمانة مثل عايو العنبارية وجبت بكاس وجردي نبي عمرو يا أمير المؤمنين وجبت ما حد كوضع قلت حارب العمر دانا كما قال النبي نبي محمد سود يلوم بان إلي محمد بإيه أيما مسلم مسلم كي شهد له يقوم مخراتك عان أمرك عان أربعة بخير أفر أي مخرات أفر أي مخرات أفران خير أو مخراتك عان أدخله الله الجنة جنة إلهي قليا فقل النبي وحان كوني دي وثلاثة نكا صدح مخراتك عان بالله كورا قال وثلاثة صدحنا والله مد فقلنا واثنين واثنان عفوا لبنك مخراتك عان قال واثنان لبنا والله مد ثم لم نسأل عين واحد هل نكون مخراتك عان النبي الله ما ندهم بيدهن تمانا ويدين لم نسأل عن الواحد روى البخاري وحلقها الله يأفر باك أغام مرك عدو وناك وخلافين لما أرق صدح بأو وناك وقو الشيكتي وحدي دانا لما أرق لباك وقو الشيكتي وناك وحمو كسور جدنا مجر تاسل لو جدا هذا لكن أفر وناك وقو الشيكتو طبنا عيك وقو الشيكتو بلايك وقو الشيكتو حقيا الرعاية
توك توك باشو دغوريس وحاشر ديال لكن أفرتكو أماني إيو طبانكو عايبا إنا يسن أرهن دينيت ومسائل كخلاف عقد ديقا لسكو هاي هاو شو عيسان هاي إيه هاولها لغا كبلون سيئ هاي هبل صلاة دو كحوما مي لسكو خلاف هاي لسكو ما خلاف هاي صنكو كحوما قرآنكو كلي تي وبين بطنا حن حن بوشقة كده جنجري هؤلاء سلوك هاي وين لقاوش وحوا هاي الجديد وهاي اتحاد بها هذا اعتصام كل ما هو هذا هؤلاء كلا جري اتحاد اعتصام كلا دوين مركا وحوا تبليغ بها قراء طريقين طريقين وحنقا الله يا سياسي إلا سكو هاي النظام كان قارسي سنين كفر يعني وجدها هذا هؤلاء هنو عاصق لهم باو لوجيه يا يان لما اعتبارني مدى يدا هذا يكون أمانا وحق لسكو مسلمين تكاو سكو اتفاقين ويكاو ذا السعودان ويؤدنيهين إنا تكون فعلت بكو أمانين خير وحق مسلمين تين وحمتها يسكو رعسينيهين بكو عاين كو عم بين الثمين جرتين خير مركا يدا ورقض والله أنتم شهداء الله في الأرض ومسائل كاللقاو ذا السعودوي حالك إسك جوكس وهوسي حنقربته هوسي يحنفها هوسي ومسألة باب كلوي حديث كان مكان سومر إن إمامك تجي وقوم أسقط لبسانية سلكم حكي له هذه إمام أبو حو إمام هي جماعية مثل دنا لبسان هيا نبي حور سادس الله أقبل ما هي نك أسقط إمامنا من نقول كره علوم حي له هذه وحال شرط يا إمامك إنه كوهستان أهين دينيت إمامك هدو هوية جماعة الضاروديين ويساووا كعسين كورما هقصد لنا إيه شيء إيه جوابها لباش وواض شكتان مانيقا ما كان شيئون بالحراق إيسان مد إيسان وقوش قيسة داري وحين أردن باقود إيسان وشاس أي إمامك باري هرقيسة جماعة الضاروديين هاي واسكود عسيه حسابها ما صعونا يا إمام كمرك اللي زاد يصعون ما يسوون أتقوى هيستان أرين ديمت أدليل كذا لكتابا وسنة وإجماعا حسابين خاص كي يبدر رضا ما ينفع إمامك وسوت تجنانا يا ولي جنبوقة زاد يصعون ويسعون والله أقبلي حب بيكو صعون يسولي بقى إلا واحد كويس تنبا كتر كتر يا باري واحد معك كتير وينزفانا إلى تاي رواية أحمد بحديث كان شرح ذي ماشى أيما مسلم شهد له أربعة أفر فردي أفر نفر باكم وقنيس أما رواية أحمد تشهد له أربعة من جيرانه الأدنين بيتري من جيرانه الأدنين أفر درس كذا ودرس كوده يلا قوضه أفر روح بس معها وأفر درس كذا ودرس كوحي حكت هذا هي كاور رقبة روح مرة ضد شباب وضد قشاء أما تشد وضد مرتان أما تشدين أحمره وأتبرنا إيسا نينك الرقب علي أما تشباب الله قال أما تشد لمر هي أما تشدين لو ذاك لحد شعله هذا أحمرته وحيا عدان قبل نمدي إيسا قل نمدي إيسا نقول حمد كيسا بيبوب كيسا همون تسيه هررت إيسا وحرم ببنان كي مري هذا تشد وضد مرتان نمحاض موغان دلقاتك أتكيسك قبل نمدى وحقورك وحاصل ابو برنان كيماني نقدرس كتينا كاور قبا حلقة صوقش حلقة بحث هبينك صلاة هذا القرآن كاد صوحا كاد قيلة هذا وحوطن عمر مركزاس ودي جير نقدر هبل هبل يا قانا أنا قانا كالي محاكو تقانا مجد بالله مرتين مايا مجد بالله دكتين مايا ما اللي حجعلان اللح مرتين مايا ما تقانا ورسكت ابو دي جير مايا أنا قانا جماعة المسجد كريوف بلو دي جير جماعة المجلس المحيط يقول بنتو قميص كوسو حدوك وفيدو كوتو السو السوبر فونيو بسادكو كو عليه كرا مالك بالغسري مالك بالغسري نقلوا عبد عبد الكريم مالك أبو المخارق البصري نضعيف ومطروق مالك ريم مدينو آدو يقان إنك البصري حقا سكيمة نين صلاة في عن وتكشؤك وخشوع بدن وبكاوها مالك مركب حمد هوش سنة أوكي تا وكوري أحد بكوري وعلي وعرم ضعيف أوي نينك ورسالاتي سبع استرتيور سلادي وخشوع عباء الدكتي
صفك كوكو عيري هيان وكاسلات بدينهين ربضا يساو عنا هيان ربضا حارانتا بغتي وعمريزان هيا ربو كو عمريزان وكو حجي حوله سي حق الناس مكلا يقان أما نضو دعا هيا وحي لو دبوا جلوك صفكنا كوكو بابين هيا بانتان لسو الشيكي حق الناس ننك فضيسان هيا حقوق الناس لقى هاي يوحي سي يوحي آدم أنك لا يقول الربضة بيعبال بكجر تهريك دليقة هاي يسبقه شيء صلاة سبهم بهوي صلاة المرافقين بالله هذا إذن جيران كان له جيدة باب فضل من مات وله أولاد صغار عفوا فضل من مات له أولاد صغار أبد منك يكال لأذان وأصبر فضل قوليه أنك أزقار عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت مسلم مجر يموت له كدمان يا ثلاث صدح أولاده لم يبلغوا أنقر الحنث قانقر أما حل الدم بالله قرية تقليف أنقر إلا هدوجر مسلم أي صدح كدنتان أنقانقر إلا أدخله الله الجنة جنة إلهي قليا بفضل رحمته نحر يشود ربنا حريسنا إياهم أي قدر تطب جنة كقل ليا عرضنا يرك اللي عذي محرست ربنا حريستي يا والد كنا لغوش النينية بفضل رحمته إياهم أولاد دوي متفق عليه صدح ذو مركب ونمر عروس روحوا على غيبا إن مثل كوبات الأصبر تكلبات كصدح ذو ككل ياهي مكي يريهين ويكلح ويلح ويكلح وبدين منك وين كادنتا عرضت يرك أدبا لوش علي وإلبا كدوكستا قلبك عجعل مركو حقو يكوستو يمركو يري الدلاندلها يوكلا الحجالة كلية صدح يرير والدلاندل يسون قان قارن دنبنا لوقر ننك انت يكادن تان أصبرا إلهي أجر ويدي ساقكسدا جنو كوكالها لا يقوى أهل جنة بإجماع المسلمين كو يركا وولو دبابا كو خفيفة دكوا عشوا عروتا يركا قيردو دا ننك لو نجري محادث كالسهيل النبي صالح سهيل بن أبي صالح من رجال الشيخين عام رجال السنن ومسلم بخاري وكتك أسو إن حافظ ومحدث ومتقن أدلج عليها ويلباك أدنتي ويلكي بها نوال الشيخة وأدلج على ويحكي دمي وخفيف حديث بنبي إلو بي حفظك سباء سبدلي حديث واسكيل عليه مرك بخاري واسكيل عليه قويل أدلج على أدنتي وصبري وققسدي لكن والبهار كبطنا بس كحي سباء شي رئيس أحاديث بدن بسوره جواي وإحباس كذا حضر مضي مسلم يسونك وحكوري بخاري علمايا حفظك يسيب إسبدلي مسكح يسيب قرات كيسي بعد ما مات ابنه مركب مس ضبط بقوة شبهه هو العلوس ويوش بلا جن الله جم قال هاي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد روح مسلمة كما دنتان صدح عرور فتمسه النار نار عتابته إلا تحلة القسم نار فرمويه نار ما أقمر يسوي لا يموت لأحد أحد كما دنتان من المسلمين تكمذا ثلاثة من الولد صدح عرورة فتمسه النار نار عتابته ننكي صدح عرورة كدنتان أو مسلم كدمنا صبرا نار ما تابته إلا تحلة القسم نار فرمويه نار فرم حالة إذا هذا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتم مقضيا ويروح كستو بن آدم جهنم دوش يضم مريا مسلمين تنوى يضل مريا ويكبت بادي أهل نار كنوى يقود دادانيا انت ان دول مركعة موييني نار ساكم هيا ويروح مسلم كيسداس أي أولاده وقال ليدين متفقون عليه وتحلة القسم قول الله تبارك وتعالى ويه وإن منكم إلا واردة ورود كالسيب وسو خلافين قل يا وحيد هذا انت نار نار بن آدم ورد نار تقل هيا جهنم أو كريس أو أبرونا يسوس أو دمبلة أطول بالله ولا جلي ولا تنبني روح مسلم كا وحيون نقول إيسا برف بردا وسلاما بيون نقول إيس قالوا إنه لقى عذاب يا بني ونما ورود دخول بكده جاي دخول لكن سيد الله بدنا يواضل مريض جد كوين السيرات كي الورود اللي سجها النبي الله مري أي الله جيدا والورود هنا وحوي هو العبور وطلابد الله طلابة على السيرات جد كسيرات كي قيامه وهو سرات كنا جسر وبوندو منصوب لقطنشول لصاري على ظهر جهنم جهنم الدبر كي يمتني كذا عافانا الله منها إلهي نقبت بات شيء
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال جاء امرأة إلى رسول الله هوين إبا نبقى أتمد فقال وحيت يا رسول الله رسولك إله يوم ذهب الرجال بحديثك رقبا لتك علمك هذه شيكك هذه يفقك هذه إيه هصو هذه لنوعها وسويس خير خير علمي وإيه فاجعل لنا نوية البيدهن من نفسك هذه النفطة يوم ما ينقو نفطة ما ينقسي وقت هذا ما ينقسي نأتيك فيه أن قول ما نمالك هذا دمر نهي تعلمنا أن نبرته مما علمك الله وربك بري حقي سوحنا قبرت وعدت ألو وراك سنو مهم جدا نبع الله رقي دمر بوالغوص ودري رقي باكولق أي هل يقول عيوب باكولق فرد يكافى إذا يستا مال النصيح أنك أن دمر أهان كلا شره أود علمك أن نبرته أود سؤاله كويدي سنه أود جاهل بحنه أور عطابي نبي وكو قصدون هو شاقبلها دي ووحي الله صلى الله عليه نبي حور اجتمعنا يوم كذا وكذا مال هبل سوء ماذا مالك كل ما مالك كل ما فاجتمعنا وكل من ضمرك مسلمات كها فأتاهن النبي نبي قال أتك صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله نبي وحور براي وحي الله براي وحكمد وكب دينك براي ثم قال وحوري ما نقول لها الله ما من كنا من امرأة هون إذا كمذا مجرت تقدم هرمرنيس ثلاثة من الولد صدح حرورة إلا كانوا لها حجاب من النار صدح هون ذي صغيران أما كصغيران نارتي حجاب أغن نقضان تيت أغن نقضان إلا كانوا لها وحيدة أغن نقضان حجابا دربي يجدار من النار نارته وجدار فقالت امرأة هون وحيد هون ذا وأم سليم رواية كلا عدي أم سليم أنا سويدي وي فقال امرأة هوينة وحدر واثنين نبع الله والله بكورا هوينة دي الله بأصغيران محاد كالي هذا نبع الله صدح وانو قرن فقال رسول الله واثنين لبنا واللمت لبنا واللمت متفقون عليه معايا لو حلقية با هوينة لبضا يكا صغيرين انه يكحنون بدانتا هاي مدى يصدح دكا صغيرين مدى يصدح كا صغيرين طبان هاي ستا من الله بيه يصدح لبضا وكا صغيرين واسكو كي حنون بدان لبضا حنون بدان صبرك يا ذي حنونك ربي إيجا يا يسكمل بمرنية متفق عليه باب البكاء والحزن عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تبارك وتعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك وعبابي هاي البكاء والحزن إن لأيو أولا والبهر الله تيران يوضو عند المرور مرك الله مريو بقبور الظالمين ظالمين تقبر يوضو مجرمين تي موريان تي دين حمياشي قبور تضو مرك هذا مرتو إن آد أويده أود والبهارته أود تراد إلا الله وضع إقبت بادي أيوك الله وضع إقبت دي يو مصارع ماشي كل إذن اللي قول لا يلا دي يو إظهار الافتخار باهين لموتي إلى الله إلا باهين إن إله أباه أنت الله كو إلهامي الله كادوي أيوك الله أنك هاد دي إلا إله أباه أنت نموتي يو التحذير دي قد لسك قد دي من الغفلة إن لغا إلضوف عن ذلك باهي ذا إله اللو باهي هاي أما قبور الظالمين مك الله مرهي إن لأيام الله والبهاره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه نبقى حساب تحكيه يعني لما وصلوا مركي قارين حكوضا مركي قارين صحابته الحجرة دقنكي حجر وأسر قزوا قرق الله لسه حجر ووحد اسمه يا قرق الله إلى هذا حجر هو بينها يقول قوي قوم كي مرك ريث موت النبي الله صالح الله دري رول كي دقنائيين با حجر ثمود حجر صالح لو يقعنا بعد قوم عاد بيمادين سعود بين كويا لا رول كويا لا تبوك مكون نبي قدو لي بين سيمرين صحابات ونبي سيمرين تبوك يحجاز بقول حيا مدينية مكو يتبوك رول حيا كتالا ولا يغنى عنوي لما وصلوا مركي قارين مسلمين تو الحجرة أي ديار ثمود دقن كري ثمود أي دقي جرين رولك أي دقي جرين نبو محيري لا تدخلوها على هؤلاء المعذبين كوال العذاب هؤلاء دقن كودي قريوه ذها قلنا حقا كم مرة إلا أن تكونوا باكين إلا أنتي كبرين ونبي صالح كوكا عن صيرين وهاش الله صدري آيات هن الدليل آيات سورة والشمس والذين كشكي ما لا بد أن بالغوش يجي، بل إلى يحول كذب أصحاب الحجر المرسلين هل نروح بينية
أنبيو دون وابن معايلي أنبيو نبي الله آدم يا نبي محمد اسكو الدين بين لي مادن واسكو أصول واسكو قواعد فروع الشريعة عظم بكل دوني فروعنا وكفروع الفقه شافعي يا أحمد يا مالك يا أبو حنيفة واسكو أصول ديني تسكوت أبو حنيفة رجال الله شيخ موية فروع بكل التقاد أنبيض أصول شقود به وذاكات هل نبي روح بينية نبي محمد نواب بينية نبي محمد نكي بينية نبي آدم محمد إلى آدم تقول حسن نواب بينية قرآن كسيدا سوية قانا هل آية هداد بينيس قرآن كنا واد بينيس هل الحكم أو دين تنظر كمد هداد ديدنا كل جي واد ديد حق حكمك إي حق الدلك إي قال لماذا من قلقها الله إلا أن تكونوا باكين إلمين إسان بمويين فإن لم تكونوا باكين هذا إلمد الدوغين إلينتا فلا تدخلوا عليهم أوغلين ديرنام بيتو سيسا عبس الآن بيتو سيسا دنقش الآن بيتو سي أوغلين أوي كيف هذا نبي الله محمد نقول يدي لا يصيبكم لألا يصيبكم سوسو إذن كدعين ما أصابهم وحي كدعي إهلاك عذاب أما خشية أن تصيبكم أو مخافة أن يصيبكم حذار أن يصيبكم أحد تقدر محال هاجلينا إيه كيف قال الذي لا يعي ويحكون عي سان إذن كل عين سون إذن كل عين واتقوا فتنة لا تصيب أن لن تلومك مخاصوي طيب ولا تزر وازرة وزر أخرى آخروي إيه مرك لقها الله يقضها يا هولهاس أما ما كيف ندو عامم تو أدم بيقبطه أدو عابد وصالح وبول كتحف ودية أو دو حكوك بالله هيا قال سود الرقي مصايبك أدونك والله سيدنا نعوذ بالله وذاك نعوذ ما كي اتماده صالح إيه فاسد بوكفى إذا يستاك أفهم يقول ما كي دعانا مؤمن مرافق بوكو دمانا مركز بها الله يوكو سعوته سيسا إذين طابني كيف قاده وي متفقون عليه وفي رواية قال وحور النبي قال وحور السحابي بن عمر لما مر رسول الله رسولك الله مركم مري بالحجر دقن كريث موت اسمويك حلقة ونو لاروكو تاجي با تاجنا قريه ذي وحكة تاجنا عيلة شباب مقضي هذا هو بابا أي حتى رمي جميل هذا وعبا قرن ما هي طريقة ما هي قل يا عربي هذا وادو اسكت دينه دب قال فيلم كس كس ما يوحوا يقرن وهاي لكن صحاب الله يقول حلي قاعد يشوفين ما له ولا بمر يشين سفر قال يا رول يا قانوا قريه هذي حدود ذي دقت شين ويحرم بيالي عيل كهشو كعب بيسيب النبي يقول شيء صحاب الله وعيل كهكلي نقص ودامي يا يا كما شلح لي حمص وضان شرك الله انا قفت وفي روايه قال لما مر رسول الله رسول كلامك صومر بالحجر دغنك يا دلكي ريثمود قال النبي وحكوا لا تدخلوا هجلنا مساكن الذين ظلموا كو اله اشريك يا الى غريهودي جمع مسكن ظلموا انفسهم نفس الظلم بالشرك والكفر وتكذيب الانبياء والرسل كل الظلميه أن يصيبكم لألا يصيبكم أو مخافة أن يصيبكم سوسو إذن بقيت أنه كبقى إن كل عيدا أصيبه ما أصاب وحيها له عذاب إلا أن تكونوا باكين إن هذا علمين إنسان موية ثم قنع رسول الله رسول كله وحوق قريي رأسه ما يحسبه هاكوك تمر اسكت ذي وأسرع السيرة تلابد بدنا وابوبي حتى أجاز الوادي إلى أتوكي رنك وقدبي أجاز أي عبر تلابي قدبي الوادي تقوى ناي دقي جريد إعلاش بضان لها اللي قرر غي إلاو النبي كبحي ورنافي أيو النبي هاوكتي أو إلميني وحاكدر النبي عليه مكس حصومر وقدم بي نبي وصفر وقدم بين جريد مثل كدالي بسوها ودين جريد وحسو قاري صحابة وانت إعلاش كدان صدين نين مساقق قرصان هيا نين باشو كو قيشتي نين هلب أسارين هاي مرغاز بيان حاكا سورا صد إعلاشا كل دادية بور نبي الله ما يدادية ولا الدادية راشينكي يهل به حول هلا سيح ولا معون كرتان نبى لو قاش نقول ما إنه عيل خاص كسر دانسا نبى لو محوها وعيل كي أسوي حلاش هيشو كعب بجرتي
لكم شرب ولا شرب يوم معلوم عيلك وي عيلك بس كبت قبة أونك كعب الله قل ياي كأكسر دان صدا كوكر صدا ويحي كرودن دادي وقبة رشينك هلا بيسي حولها ماشي نوع عزاد الله دلحيسا يو تلاقي دزايا بيت الله دلدلها يا إضاعة المال حلم الله بيت حلم بالبيت بيت مالين كرا وحاران هيلب كرسمة هاي كرنكر كرسمة بريس بسلانة يقمدي وحي صحابة هاي استنى ربنا النبي يقول كلا قليه بمعنى وحاران وعلا شاسي هي بيهودا لما استعمال كرو قول كودان لما دقي كرو هبين لغوان بري كرو وين لقب لقى حرر هذا حكم محمد صلى الله عليه وسلم أما حكم أهل سعود جامعة سويدية والله سبحانه وتعالى أعلم.